السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناة بشرة شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. ولا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد، طبعا فضلا منكم وليس امرا. وما تنسونيش من اللايك والتعليق الزوينة ديالكم اللي دائما كتشجعني. إن لله وإنا إليه راجعون. تلقينا خبر وفاة والد الشاب يونس الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. دعواتكم لي خوتي بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه والله يثبته عند السؤال. والشاب يونس هو اللي نزل هذا الخبر على الحساب ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نزل بوست كتب فيه إن لله وإنا إليه راجعون. فالله يرزقه الصبر، الصراحة ماشي سهل عليه، فكيبقى الأب هو السند لينا. فاللي باقي لي والدي في الحياة الله يخليهم ليه، واللي توفوا الله يرحمهم، واللي مرض الله يشفيهم ويشفي جميع المسلمين. فتعزينا للشاب يونس والعائلة ديالو، الله يرزقهم الصبر والسلوان. ودعواتكم لي خوتي بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. شكرا لكم خوتي على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.